متتبعي قناه انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازي سيتي. من بين الاشكاليات الكبرى التي تعاني مدينه الدار البيضاء المشكل المتعلق بتحصيل المداخيل، بحيث ان كاين واحد عجز كبير على مستوى استخلاص المداخيل في هذه العاصمه الاقتصاديه. حنا غادي ناخذ واحد النموذج شعب مقاطعه من مقاطعات الدار البيضاء اللي تتعرف واحد الرواج التجاري وفيها مجموعه من المراكز التجاريه الكبرى، وهي مقاطعه المعرف. اشنو المجهود اللي بدل المكسب الجديد لهذه المقاطعه من اجل يعني استخلاص اكبر عدد من المداخيل؟ من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي يوسف فهمي، رئيس اللجنه الاقتصاديه والماليه بمجلس مقاطعه المعرف مدينه الدار البيضاء. سي يوسف مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا. كما قلت في المقدمه ديالي، المشكل تاع الجبهيات الماليه والتحصيل المداخيل من بين الاشكاليات اللي تتعرف من الدار البيضاء على مر سنوات طويله. انتم كمقاطعه المعرف، واش استحضرتوا في بدايه التجربه الجامعيه هذا الاشكال هذا؟ اكيد الاخ الكريم، لان المشكل ديال لي غوسيت هو مشكل ما كيتكلموش عليه مجموعه ديال الناس. بالنسبه لهم الصوره النمطيه اللي كاينه على المكتب او الرؤساء ديال المقاطعات انهم il dépense de l'argent، يعني انهم غير كيخرجوا، ما كيتكلموش على هذا الموضوع ديال لي غوسيت. حنا في اطار السياسه ديال المكتب ديالنا يعني عملنا جاهدين على تحصيل المداخيل، وربما غادي نعززوا هذه الحلقه بارقام تقريبيه او اكزاكت، لان غادي ناخذوا غير لو بروميير تريمستر ديال 2022 ونحاولوا نقارنوه مع 2021، وغادي تشوفوا الجديه اللي كانت ديال مصلحه الاقتصاد وديال مصلحه الجبايات في اطار تحصيل. لان ملي كنقولوا ان جيستيونير، لو جيستيونير هو اللي كيتحكم في المصاريف ولكن كيتحكم في المداخل. طبيعه الحال النجاح ديال اي مؤسسه باش كيكون بلي روسيت وبلا برودكتيفيتي. الا ما عندكش انت دي روسيت، كيفاش غتنجح هذه المؤسسه؟ ولو اننا كنتكلموا على مؤسسه دستوريه اللي كتادي خدمات القرب، ولكن في المقابل لازم يكونوا لي غوسيت. قبل ما نهضروا على المقارنه ما بين المجلسين والمجهود اللي غتبدلوا انتم في اطار مقاطعه المعارف، البعض تيقول بان الجماعه الترابيه بصفه عامه خاصها تخرج من الطابع الاداري، الطابع ديالها ولكن تولي كمقاوله. علاش ما تفكرش بان المقاولات، واش عندكم انتم مستحضر؟ لا، غير هو المساله ديال المقاوله كما كتعرف ان المقاطعه كيحكمها قانون تنظيمي. ما يمكنش لك غادي تخدم الخدمه ديال الشركه. الفكر المقاولاتي او الفكر المقاولاتي اشراك مثلا القطاع الخاص في بعض والبحث عن الشركات. البحث عن شراكات اكيد، وهنا في كتجلى يعني القوه او لا الافكار ديال الرئيس والمكتب. بطبيعه الحال نحن في مجلس مقاطعه المعارف كنتوفروا على رئيس مجرب يعني عنده تجارب سابقه في التسيير، الحمد لله هذا شيء ايجابي بالنسبه لنا كمكتب. كنتوفروا على عناصر مخضرمه اللي فات لها التسيير قبل، او كانت مثلا على الاقل اعضاء في مجلس المقاطعه، او ما كان يسمى سابقا بالجماعه، لان كما كتعرف كانت الجماعه في الاول كانت كتوصل بميزانيه كتصرفها. دابا من 2003 الى يومنا هذا كما كتعرف راه كاين نظام وحده المدينه. نظام وحده المدينه وحد جميع المقاطعات. بين قوسين هذا الموضوع يثار فيه بعض النقاش ان هذه المقاطعه كتصرف او كتحتاج مثلا تصرف اكثر من مقاطعات على اين. المهم دابا كيف ما كان الحال، المقاطعه كيكون عندها مخصص مالي كيحكموا واحد القانون 113/14 اللي كتعطي بالتساوي. هي المنحه الماليه، هي المنحه الماليه، نوصلوا للمنحه الماليه. الراي اللي تدافع على ان الجماعه ولا المقاطعه خاصها تبحث على شراكات وهذا، هو تيستندوا بان ما خصهاش تبقى تسنى المنحه الماليه السنويه اللي تتوصل. اكيد انا كيف ما قلت لك دابا هنا فين كتبان الشطاره ديال الرئيس والمكتب المسير اللي معاه. مابقاش مربعين يدير المنحه. حنا غناخذوا على سبيل المثال مثلا الحديقه ديال بن بركه. الحديقه ديال بن بركه اللي كانت في واحد الحاله كارثيه، وكان من المستعجل ومن الضروري انها كيخص الترميم ديالها عاجلا. الشين ديالها مؤخرا طبيعي. هذيك الحديقه كانت عيب وعار في هذيك المنطقه، يعني انها تبقى في ديك الحاله كارثيه، كان من الواجب التاهيل ديالها وتم التاهيل ديالها بامكانيات بسيطه. ولكن طبيعه الحال هنا فين كنتكلموا على الشطاره ديال الرئيس كيقدر يشوف موارد مثلا من جهه اخرى. هذيك الحديقه الحمد لله دابا راك شفتوا انتم كيفاش الناس كيستافدوا منها كمرفق عمومي، وعندنا نفس الافكار اننا عما قريب غادي يتم تاهيل جميع الفضاءات الخضراء. الا غنتكلموا مثلا على المشاريع، ندوزوا لجانب اخر مثلا المشاريع، كاينه مشاريع اللي هي اون كور دو رياليزاسيون مثلا
بالنسبة لشارع نافع فغيل راك ربما كتشوفوا كيفاش غادية فيه الأشغال واللي كيوقف عليه الرئيس برجليه والأعضاء ديالو من أجل أولا عدم عرقلة السير. نبقاو في تحت المداخل اللي هو الموضوع ديالنا. بالنسبة لكم انتوما اشنو هو الفرق ما بينكم وبين المجلس السابق؟ اشنو المقارنات؟ لا شوف 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 هذه القضية ديال المقارنات احنا ما بقيناش بغينا نهضروا فيها. احنا كنشوفوا قدام. احنا ما كنتقارنوش مع هذا او لا هذاك اللي دار قبل. الجامعات في 1976 بدات دازوا مجالس ودارو دازوا شنو الجهود اللي بدلتو نتوما فهاد؟ حنا ما جايينش باش نقولوا لا حنا درنا احسن ولا فعلنا ولا تركنا. حنا كنشوفوا قدام. بدينا نهار 8 سبتمبر جينا بعمليه ديمقراطيه وانتخب المكتب. نزيدوا القدام هادشي ديال دارو. انا غادي نعطيك ارقام ولكن شنو الجهود ديالكم؟ شنو الارقام؟ غادي نعطيك مثلا على سبيل المثال في لي غوسيت. بالنسبه كان واحد العمل جبار دارته مصلحه الاقتصاد بالتعاون مع مصلحه الجبايات مشكورين الاخوان داخل مقاطعه المعارف. مثلا نعطيك غير على سبيل المثال المداخيل ديال الاسواق. غادي ناخذوا غير الفتره ما بين جانفي ومارس 2022 وندير واحد المقارنه. وكما قلت لك المقارنه راه ماشي من اجل باش كتبين لك المجهود. مثلا من البريمير تريمستر ديال 2022 دخلنا 332455 بالمقارنه مع نفس الفتره في السنه الماضيه كانت 117020 يعني افيك اون بلو فالو ديال 184%. وتنظن 184% راه رقم جيد. مثلا على سبيل المثال لي تيراس راه كتعرفوا شنو هما لي تيراس. كاينه واحد لا بلو فالو ديال 25% اللي حصلنا فيها الى حدود 31 دائما 3/2022 1,031,000 درهم بالمقارنه مع السنه السابقه في نفس الفتره كانت 825000. نمشيو لي زونسين الاشهار وما شابه ذلك حتى هو كاين المعارف تتعرف الدائره بزاف بطبيعه الحال كاين واحد لا بلو فاليو ديال 39%. غنمشيو مثلا لي تاكس سور لي تيران نون باتي كاينه زياده ديال 24%. هنا غادي نعطيك مثال اخر لا تاكس ديال لي ديبي بواسون كاينه 103%. الا جينا ناخذوا نفس الفتره عموما وناخذوا رقم اللي هو 2,155,942 درهم هذا فتره ديال 3 شهور. انا راه ما حسبش لكم شهر 4 هو دابا راه محصور شهر 4 يعني غير. ولكن البعض غادي يقول ان انتم راكم محظوظين شويه لان جيتوا مع ديك التحركات العجائب في الاقتصاد والرواج. هذاك الشيء اش كنقول لك انا المساله ديال المقارنه حنا ما كنتقارنوا مع حتى شي حد. كنقولوش راه حنا جايين خدامين كنديروا اللي علينا. العجله انها تكمل ربما بالنسبه للمشاريع باش نرجعوا راه كاين المشروع ديال دار الثقافه كاين القاعه الرياضيه اللي بروشينمون غادي تكون ان شاء الله سترى النور عما قريب. كاين المساله ديال تجديد الارصفه المتهالكه في مجموعه. وشوف ملي كنتكلموا على المعارف راه كنتكلموا على مقاطعه المعارف. نعم باش ما تفهمش الفكره معارف ان راه كنتكلموا على المعارف لو كارتي المعارف مقاطعه المعارف بكل احيائها. كاين واحد لافونتاج بالنسبه لنا هو ان كاين مجموعه ديال الاعضاء جغرافيا منقسمين على مجموعه الاحياء. يعني اكيد ما غاديش يكون اقصاء ديال حي ولا على 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 حساب ربما غتكون اسبقيه لواحد الجهه اللي هي ايفيكتيفمون مثلا محتاجه لواحد الحاجه. ولكن لا يعني اقصاء الطرف الاخر. كاين مشروع اخر اللي سوف يرى النور وهو ديال المركب الثقافي بلرميتاج. هذا حتى هو مشروع مهم جدا. كاين تاهيل ديال المركب ديال توريا السقاط. غادي تكون واحد المساله اللي هي ربما كتكون في الدول المتقدمه شيئا ما اللي ربما تكون جديده علينا. هي غتكون ان شاء الله الايام التجاريه. هذه الايام التجاريه كيفاش غتكون الشكل ديالها؟ غادي تكون فضاءات مفتوحه سهرات مفتوحه لتشجيع الكوميرس لان كما كتعرف دابا المعارف خاصه المعارف يعني مناطق اخرى في الدار البيضاء خاص الرياده من المعارف. علاش دابا المعارف تقريبا الساكنه ديالو نقولوا 400 او 450 الف ولكن راه كتزورو تقريبا في النهار راه يمكن 1.5 مليون. يمكن في المناسبات اللي كتكون الرواج التجاري بحال الاعياد ولا شي حاجه ربما اكثر. وهاد الزوار لازم يجيو المعارف مقاطعه المعارف ماشي المعارف خصهم يلقاو فضاءات يلقاو مثلا
مرافق عموميه نقيه، يلقاو الجو المناسب انهم يجيوا لك المنطقه. هذا الرواج التجاري اللي هضرت عليه في المعارف، وهاد المراكز التجاريه الكبرى اللي توجد في المعارف، هو اللي تيخلي البعض يقول بان الا تبذل واحد المجهود كبير على مستوى استخلاص المداخيل، ربما مقاطعه المعارف ما تبقاش محتاجه المنحه تاع مجلس المدينه الدار البيضاء، ولا تولي غير تعرف هذيك المنحه غير تعرف. شوف اخ الكريم، ملي كنقولوا هذه المساله ديال عدد الزوار، راه صعيب جدا انك تلبي الا ما كانش فعلا هذا المجهود اللي كتقول شي. لو ما غيتبدلش هذا المجهود راه ما نوصلوش للمبتغى. والحمد لله في هذه المده القصيره اللي تكون فيها المجلس، ربما راه كتشوفوا ان انتم داخل المكتب واش عندكم واحد الديناميه، عندكم شي خطط بركتوا مع بعضياتكم تصفقوا اكيد. احنا دائما شوف المقاطعه راه معروفه انها ذات نظام رئاسي. يعني الرئيس هو اللي كيتحكم، هو اللي كيدير القرارات، حنا ما عندناش هادشي. بطبيعه الحال مع الاحتفاظ بمكانه الرئيس، هو كيعطينا الحق في ابداء الراي، كيتشاور معنا في كثير من الامور، وربما كاين مسائل اللي كتقدر تبدل. ما عندناش ذاك احتكار القرار او لا ذاك انا الرئيس، لا انا لا انا اللي تلفهم لا. الباب ديالو مفتوح والرئيس ديما سيغ تيغان، إلي توجور سيغ تيغان في لي بروجي راه كيمشي. تقدر تشوف هذيك الصفحة الرسمية ديال 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 المقاطعة، كتشوفو دائما موجود ولكن لا يعني أنه ما كيتوجدش في المقر الرئيسي. راه كيتوجد في المقر الرئيسي من أجل باش ما توقفش الأمور ديال 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 المرتفقين. وكاينة مسألة أخرى، هو تحديد حتى الفضاءات الإدارية الخاصة بالمقاطعة. هذوك ما لان هذوك راه هما فين كيجيو الناس يقضيو الامور ديالهم، خصو يجي يلقى بيئه نقيه، يلقى فضاء جيد فين غادي يقضي الامور ديالو ويمشي. ما عرفتش واش تتفق مع الراي اللي تيقول بان المنحه اللي تيعطيها مجلس مدينه الدار البيضاء ما خصهاش يعني تبقى يعني منحه متساويه ما بين جهه من المقاطعات، ولكن تكون انطلاقه من المجهود اللي ستبدو اي منحه اي مقاطعه من المقاطعات. شوف كيف ما قلت لك، مسألة ديال المخصص المالي محكوم بقانون تنظيمي، راه القانون 113/14 ولكن القانون ماشي قرآن، يقدروا بطبيعة الحال هو الأكيد. راه كيما قلت لك، كان قبل كانت الميزانية، دابا بغيتي تقول لي زعما سا ديبون ديال الغوندمون ديال أولا مثلا لي بوزوان ولا الاحتياجات، بطبيعة الحال المعارف لا ماشي لي بوزوان، المجهود اللي تبدل على صوت على لي غوسيت على المداخيل. بطبيعة الحال على المداخيل واحد من 40 دوم تيدخل تحت. شوف بعض المرات خصك تصبر لبعض المسائل وانت تنوض تقلب. راه دائما كنرجع كنقول لك، هنا فين كتبان الحنكه ديال المكتب المسير اللي كيقود الرئيس، كيقلب على موارد ماليه من غير هذاك الموارد اللي هما فيكس، ويكون حتى الاعلان. البعض يقول خص يكون حتى الاعلان على المجهود المالي اللي بدلو اي رئيس، مثلا في دورات مجلس المدينه الدار البيضاء المقاطعه فلان فلان فلانيه دارت استخلصت كذا وكذا تاع المبالغ، باش يكون واحد التنافس شريف. اشوف هو انا دابا ربما قريت عليك ارقام، تنظن هذه المساله يمكن الى جديده هذه المساله. ها هي، ها هو ارقام، ها حنا قريناهم، وربما الجهات المختصه راه غتلتقطهم. اذا كان غيكون تعديل مثلا ديال هذه المساله ديال المنحه ولا المخصص المالي، بطبيعه الحال راه حنا محتاجين، راه ما كرهناش اكثر، لان الطلبات كثار، لي دوموند ديال الناس كثار باش تلبي. كما قلت لك، ملي غادي تزورك انت واحد ثلاثه الاضعاف غير ديال الناس اللي الساكنه والقاطنين، راه خصك تلبي ليهم. كما قلت لك لا، كنشكروا كذلك الشركه ديال تدبير المفوض، حتى هما اللي يعني كيجتهدوا في هذا الاطار، حتى هما لان ملي كنقولوا 1,500,000 راه كتخلف واحد المخلفات وكذا، يعني راه كتحتاج هذه الامور هذه كلها المجهود من جميع الاطراف. سي يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.